أكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي في تصريح لبرنامج أعالي الحوار وجود صراع سياسي بين الكتل، مشيرا إلى أن البعض يستخدم أجهزة الأمن والاستخبارات في هذا الصراع. تصور أي شيء بفرض إرادات على أهالي المدن سيؤدي إلى نتائج عكسية غير صحيحة، واضح صار فرض إرادة. نعم. يعني قضية التأثير على أعضاء مجالس المحافظة اللي هم صراحة يعني أعضاء مجالس المحافظة كانوا غائبين عن المشهد لفترة طويلة، وعندنا كانت مشاكل. نعم. في مرحلة المراحل أردنا أن نحل هذه المجالس لأن لم تمارس دورها وبقت تجتمع خارج المدينة أصلا. طيب. وعطيناهم أنذار أنه لا يجوز لهم أن يستمروا بالاجتماع خارج المدينة. يجب أن يدخلوا إلى داخل الموصل. أقول هناك صار صراع سياسي، هذا الصراع السياسي صار بكسر إرادات في هذا الإطار، كسر الإرادة مع عدم وجود توافق بشكل معين باتجاه كتل سياسية معينة تفرض هاي إرادتها. شوف الصراع بين الكتل السياسية موجود، نعم، ولكن يجب أن لا يؤدي هذا الصراع إلى كسر إرادات وإلى فرض شيء على الناس خارج مصالح الناس. ولكن أنت تلاحظ حتى العملية السياسية اللي تمت في العراق، نعم، أرادت أن تستمر كأنه الهيمنة على المحافظات الأخرى. أحذر من شيء واحد أنا. نعم الكتل السياسية من حقها أن تتفاوض ومن حقها أن تتنافس فيما بينها، نعم، لأن تعرف هاي عملية سياسية، حتى المحافظة والمحافظ عملية سياسية. ولكن استخدام الأجهزة الأمنية واستخدام أجهزة الاستخبارات في هذا الصراع خطر جداً.